لنجمة في جميع المجالات، دراما، مسرح، سينما، النجمة اللي كلنا بنحبها. خمسة مواطن. مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا اللي هتبقى طول عمرها قد الدنيا. أنا بشكركم جدا على الجائزة الجميلة دي، بس عايز أسألك أنت تاني عشان إيه؟ عشان كده؟ خلاص يا جماعة شكرا يا جماعة. يا جماعة سألنا إن دي الجائزة ليه؟ فممكن نسمعها سقف عشان تعرف يبقى لوكا جائزة أفضل مصمم أزياء لعام 2023.